أصنع لعبتي. يحب جمال أن يصنع لعابه بنفسه، يجمع القنينات والأسلاك والعلب، يقطع ويثقب ثم يلصق ويركب. تحلقنا حوله في القسم نسأله: أخبرنا كيف صنعت هذه السيارة العجيبة؟ دعنا نفحص عجلاتها، إنها تدور. قالت الأستاذة: ممتاز، جمال يصنع لعابه بنفسه. حول أشياء مهملة إلى لعبة مفيدة، سنعرضها في المتحف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله.